شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلاق بطولة سموه للقدرة في السباق الليلي والختامي لموسم سباقات القدرة الذي يقيم مساء اليوم بقرية البحرين الدولية. هذا وقد أعرب سموه عن ارتياحه للمستوى الفني الذي ظهر عليه سباق سموه الليلي للقدرة، مشيرا أن نجاح السباق جاء بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها الفرسان المشاركون في السباق وفي جميع سباقات موسم القدرة، وبعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه جميع فرسان الاسطبلات المشاركة في سباقات البطولة في جميع المراحل. وأشاد سموه بالمشاركة الفاعلة لجميع الاسطبلات في بطولة سموه للقدرة والمستويات المتميزة التي ظهروا عليها، الأمر الذي أعطى السباق إضافة فنية ومشيدة، بل مشيدا سموه بحرص الاسطبلات والفرسان على تقديم أفضل المستويات هذا الموسم من خلال مشاركتها القوية في جميع السباقات والبطولات. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد إن رياضة القدرة في المملكة حققت تطورا ملحوظا بفضل دعم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، منويا سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الملكي وفرسان كافة الاسطبلات الذين يحرصون كل الحرص على تطوير مستوياتهم عبر التدريبات المستمرة والمشاركة الفاعلة، بالإضافة إلى الاستعانة بالجياد ذات الخبرة والتي أثرت منافسات البطولات في الموسم الماضي. وكشفت نتائج المرحلة الأولى التي امتدت حتى 40 كيلومتر سيطرة فرسان الصبل الزعيم وفرسان الصبل الأصايل على مستوى الأهالي، وتصدر المرحلة الأولى لبطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد لسباق القدرة الليلي الفارس معيوف الرميحي مع الجواد تالنت من الصبل الزعيم، وعلى مستوى الصبلات الأهالي فقد تصدر هذه المرحلة الفارس محمد هلال الخاطري مع الجواد فيلاكو من الصبل الأصايل. اتفقنا احنا ويا اغلب الفرسان يعني كون سباق الاسطبلات الخاصة واسطبلات الأهالي يعني ما نبغي نخرب السباق، وعندنا خيل جديدة نبي نجربها بعد. ففي الانطلاقة أنا دوّت الفرسان قلت لهم نبي السباق يكون سباق حي، بنمسك ترى على أواخر 26-27 خلونا نمشي سوا ويا بعض، ونبغي السباق تكون فيه لمة شوي عشان المرحلة الثالثة الأخيرة إن شاء الله يكونون يعني مجموعة مع بعض نشوف حماس بينهم يعني، ونتمنى إن شاء الله عاد يودون على هالبيس هذا ويتشايلون للأخير. طبعاً هل الرياح أثرت في المرحلة الأولى في السرعة مثلاً؟ إيه الهواء طبعاً، لأن تعرف المشكلة قريتنا يعني شمال المسارات، فإحنا بنضطر نروح إلى أقصى الجنوب عقبة نرجع للشمال ومشاهدين الهواء، وأنا يعني من خبرة في الرياضة أعرف مشاهد الهواء يتعب شوي الخيل أنها تركض ضد الهواء طول المسافة. نعم. بيأثر السباق بعد شوي بندخل يعني سباق ليلي بيكون يعني. لا الليل بالعكس زين ما شاء الله، تشوف الحين الجو بعد برد بزيادة يعني ما شاء الله البراد ميود والخيل هذه كلها من صالحها. السباقات الليلية يعني لها متعتها ولها لها يعني طريقتها. النتائج الله يسلمك مثل ما تفضلت، هل تعتقد مفاجأة عندنا الليلة؟ والله تعرف يعني خيرنا احنا داخله كخارج المنافسه، طبعا خارج النتيجه، احنا تعتبرنا النتيجه الدوليه، لكن كالاسطبلات الخاصه اتوقع يعني تبقى المنافسه مثل ما هي حاليا حسب ما انا اشوف. الحصان الاصايل، الحصان طيب، يمكن عبد الحق بعد عنده شيء زين، فيمكن بتبقى المنافسه بينهم.